اللاوعي رح يغير حياتكن لحتى تحولوه لوعي، وانتو رح تسموه القدر. يسلم. بالعافية إن شاء الله. أخي أنا كتير جوعانة.
يلا بس لا ياكل أبي بعدين بناكل. مليت والله، عم أخجل من الناس، لازمني واحد جديد. رح أطلب زيادة راتب من معلمتي، منشتري واحد جديد لا تقلق. ما أخذتي راتبك منها لسه؟ هاد بس يلي بقي. شو هاد؟ أنا كيف بدي أوصل لآخر الشهر بهدول؟ ما أكلت البيضة طول عمري، بقلك ما بحب البيض المسلوق. كل مرة بتعملي حالك ما بتعرفي. دخيل اسمك يا ربي على القصة.